كان انه بين النقد أحسن البناء والتخريبي او الهدام. أحسن. احنا عندنا انواع النقد. انا اليوم اردنقد الموضوع. بالبدايه انا اكون عندي فكره عن الموضوع، هسه ما اريد نقول متخصص انا حتى اكون انقد، لا، عندي فكره عن الموضوع، حد الاقل دارس لي خط خطين صفحه صفحتين عن الموضوع. نعم. او اذا ما دارس اراجع السوشيال ميديا، اراجع المواقع، ادرس الموضوع بشكل صحيح علمي، ثم انقد بعلمي. ما اي اتهجم الشخص او اهين شخصيته على ان انا خالفنا بالفكره. اختلاف الراي امر كلش بسيط بالعالم، كلش امر طبيعي. اخالفه بالسياسه واخالفه بالفكر وقضايا اجتماعيه وثقافيه، حتى ممكن اخالفنا بكثير قضايا، لكن هو مو عدوي، هو من صنفي، اخوي او صديقي او قاعد يعمل بالساحه. فيا ليت لو نخلي اخر كلمه تطلق على السنتنا، واصعب كلمه ما تخرج بهالسهوله هي كلمه التخوين. واذا اريد ننقد نقد بناء. انا ما لحاي في شخصيه مهدر دنقد شخصيته، نزل له منشور بالانستغرام او كتب له كتاب او نزل له قصيده، اي انقد القصيده علميا، اقول له هاي القافيه ما تناسب علميه، هاي الصوره الشعريه اللي جايبها ما تناسب، ما من ثقافه الشعب الاهوازي. كلامك معقول وصحيح. هسه مهدي يريد يغلط عليك، هذا يغلل من شأنه، ولكن أكيد. انت لا تبدا بالغلط، لا تبدا بالاهانه، كن مؤدب، استمر بمشوارك العلمي، ولو كل العالم يغلط انت لا تغلط. ان شاء الله شعبنا خل هاي اخر كلمه ويعرف انه احنا نعيش باي ظروف، ونحتاج انه يدا بيد نوصل الى القمم اللي إن شاء هي الله. اهدافنا، انه من طريق هذا الادب والثقافه وهذا الموروث الادبي الجميل الموجود من اجدادنا الواقع ورموزنا الاهوازيه، ان شاء الله ان شاء الله راح اكثر واكثر ندونه للاجيال الجايه بعون الله ان شاء الله. تعالى. ممتلكاتنا في الأرض.